منها جدار للهدى نور لدى يجور الدجى دي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا منها جدار للهدى نور لديجور الدجى ذي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى وبها دليل في قضايا العصر مشكات السنة وبها دليل في قضايا العصر مشكات السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم من شوق إليكم يأسرني وفيض من حنين ما عدت أقواه. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، إلها وليس لنا معبودا سواه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا لا يدرك منتهى. أحبتي الكرام، لازلنا مع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي والله هذه السنة وهذه السيرة وهذه المواقف وهذه الأقوال وهذه الأحداث كلها لنا خارطة الطريق، بل منهج حياة. نعم، منهج حياة. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بل كذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة، ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة وقام على جبل أبي قبيس، وقيل على المقام الموجود الآن، أصبح هذا المقام الآن، نصلي خلفه ماذا؟ ركعتي الطواف، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذا المقام. وذكرنا أن الله صرف قريش عن عبادة هذا الحجر، مع أنهم يعبدون حجارة، إلا هذا الحجر ما عبدوه، لأن الله سيجعل النبي يصلي خلف هذا المقام، حتى لو إذا صلى خلف المقام ما يقول: ها انظروا إلى محمد يعبد حجر، انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عاد إلى ما كنا نعبده. فما عبدوا المقام وما تقربوا إلى هذا المقام، وهذا أمر إلهي صرفهم الله تعالى عنه. لما قام وأذن في الناس بالحج، نعم هذا الأذان بلغ كل نفس ستحج هذا البيت إلى قيام الساعة، فأصبح الناس يأتون إلى هذا البيت من كل فج عميق، يعظمون شعائر الله. نعم، يعظمون شعائر الله، يعظمون هذا البيت، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم هذا البيت أن تتوجه إليه خمس صلوات، من تعظيم هذا البيت أن تأتيه لعمرة أو لحج، من تعظيم هذا البيت أن تتأدب بآدابه. نعم، تتأدب بآداب مكة وبما حرم الله تعالى في مكة. أصبح بعد بناء الكعبة هذه البقعة لها حرمة. نعم، كيف لها حرمة؟ إبراهيم بعد أن بنى الكعبة جاءه جبريل وأخذ إبراهيم، أصبح إبراهيم يضع حدود الحرم. من الذي أول من حد حدود الحرم؟ من هو؟ إبراهيم. من الذي دعا لمكة وأرض مكة؟ إبراهيم. دعوات مباركات، أن يبعث فيهم رسولا منهم، دعوة أيضا أن يجعل هذا البلد آمنا، دعوة كذلك أن يرزقهم من الثمرات، دعوة كذلك من دخله كان آمنا. هذه كلها دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي دعا للمدينة أن يجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. هنا لما انتهى من البناء وأذن في الناس بالحج ودعا لهذه البقعة ولأهل البلد الحرام وحد حدود الحرم، والحمد لله إلى اليوم معلومة مشهودة مذكورة، ومن دخله كان آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بفعل إبراهيم. ما هو؟ أصبحت الكعبة قبلة النبي، وأصبح المقام واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وحتى الصفا والمروة الذي سعت به هاجر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، كل الأحداث لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من البناء ودعا تلك الدعوات المباركات، و
وضع حدود الحرم بالمناسبة أيها الأحبة، هنا أمر لا بد أن ننتبه إليه. إذا دخلت إلى الكعبة تذكر إبراهيم، تذكر إسماعيل، تذكر هاجر، تذكر أنك في البيت الحرام، تذكر أنك في تعظيمك لهذه البقعة إنما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا تظلم، لا تظلم، لا تفسد. تولى إسماعيل وأبناء إسماعيل ومعه جرهم العناية في الحرم والعناية بالكعبة والعناية بكل من يأتي إليها ويقصدها. فلما ضعف شأن أبناء إسماعيل، طبعا إسماعيل مات وترك أبناء منهم نابت وقيدار إلى آخره، وضعف شأن أبناء إسماعيل، أصبحت الزعامة والولاية على هذه البقعة لجرهم، لجرهم سنين عديدة مديدة، وكانوا على دين إسماعيل. فلما استحلوا الحرم وبغوا في الحرم وظلموا وحذروهم العقلاء من العرب، إياكم والبغي وأن تستحلوا الحرم وأن تظلموا أهله فسيخرجكم الله تعالى منه، قالوا من يخرجنا ونحن أكثر العرب سلاحا ومالا؟ ولكن يقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلما استحلوا الحرم وظلموا ولم يشكروا النعمة التي كانوا فيها، كانوا والله يا أحبتي في نعمة، ترى يا جماعة الخير نحن في نعمة فلنحمد الله تعالى عليها، نعم نحن في نعمة، فقط اشكروا هذه النعمة، النعمة موصولة بالشكر، لأن الشكر لا يأتي إلا بزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، حافظوا على النعم. النبي لما أكل هو أبو بكر وعمر عند أبو الهيثم بن التيهان قال بعد أن أكل وشرب لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول لمن يا جماعة الخير؟ لأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. نعم اليوم لو قلنا للزوجات والأبناء لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا إيش كفرنا إحنا؟ فجرنا؟ أسرفنا؟ يا إخواني هذه من باب التذكير بنعمة الله، أوليتني نعما أبوح لك بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكرنك ما حييت وإن مت فلتشكرنك أعظمي في قبرها، وكلما شكرت زادك الله. ومن الشكر الحفاظ عليها. هنا جرهم لما لم يشكروا النعمة التي كانوا فيها الكعبة أصبح الناس يعظموهم لأنهم أهل بلد حرام ويجلوهم ويقدروهم، خرجوا منها. من الذي أخرجهم وكيف خرجوا وماذا قالوا وهم يبكون عند الخروج؟ كل ذاك وذاك في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زدنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم احفظنا، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم استعملنا في طاعتك، احفظنا وبلادنا وأرضنا وأهلنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. جاذي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا، قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة.